بس بتتعمل ايمن مكة ورأسية من احمد حسام، برأسية احمد حسام لاعب اللي كان فريق سيراميكا كليوباترا، تحولت بسرعة من صامولا مادي توصل لتوني، توني ارسال لشكري وببطن قدم من ايمانويل، ارسال الى ارنود، تقطعت ورجعت لمحمد ابراهيم، بينية جميلة داخل منطقة الجزاء لصديق، قرب منه تاني محمد ابراهيم بيطلب الكرة التانية، لكن صديق بحلول فردية استلم وتحرك بالعرض على حني كندوسي، قريب منه توني علشان يستلم الكرة، اتلعبت في خطورة لو استحوذ عليها ايمانويل لاكي، تصويبة ارضية من لاعب اللي تقدم واقترب وحاول هو رضا صلاح لاعب الوسط كندوسي، تمرير خاطئ في مكان ما كانش فيه كثافة عددية، استغلها ايمانويل لاكي وحضر الكرة بشكل مميز، صديق جولة يلعبها لايبو، كان انفراد بالمرمى، لكن صبحي 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 سليمان يتألق، صبحي سليمان حط ايده في توقيت مناسب لكرة تعتبر هي الأقرب والأخطر مع أحداث الشوط الأول ومع وصولنا للدقيقة 25، جوني بوكا الحظ باب التسجيل ولم ينجح في الوصول لهدفه الثالث على المستوى الشخصي هذا الموسم، عدى من رضا صلاح دخل في توقيت مناسب صبحي سليمان، لكن رضا ما سكتش، رضا يضع قدمه و سيراميكا كليوباترا من ناحيه اليمين، فريق اللي استلم مشواره بلقاء كان امام الاتحاد والخساره بهدف مقابل لا شيء في مباراه كان ادارها عبد العزيز السيد، كره شكري جميله، صديق جولة محاوله للتصويب، هرب من رقابه احمد عبد الرسول، الله على جمله جميله اتلعبت من محمد شكري، عمل كره من خلف المدافع عبد الله عبادي، تحرك رائع من صديق جولة، كان قريب منه صامولا مادي وقريب منه ايبوكا، سجل فيها حتى الان 7 اهداف في 5 مباريات أقيمت، كرة بتتلعب عالية ثابتة داخل منطقة الجزاء لكمال، تصويبة من عبد الله هاشم عبادي لكن سهلة للحارس محمد بسام، سهلة وفي المكان اللي فيه محمد بسام، مسك وبدأ وأرسلها أقصى اليمين، كرة تتحول لصامولا مادي، تتلعب تاني داخل منطقة الجزاء أحمد كندوسي، يا سلام الله يا كندوسي، الله 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 الله، لقطة تستحق والله إنها تترجم إلى هدف، وكأن ما فيش حد كان بيقابل أحمد كندوسي، فات من عبد الله عبادي وادي المرة دي يعدي وبسهولة ويحطها على قدم ميبوكا، لكن منعه اللاعب إيمانويل لاقي، فريق سموحة، محاولة من كندوسي، كرة ثابتة اتلعبت تصطدم بالحائط، ترتد للاعب محمد الصباحي، لكن في هذه الأثناء عبد العزيز السيد حكم المباراة، كاز يؤدي دوره على أكمل وجه، شوط ثاني يبدأ الآن بصفارة عبد العزيز السيد حكم المباراة اللي أدار الشوط الأول وأشهر بفيوتشر أمس التعادل مع المقاولون 2-2 والاسماعيلي والزمالك كان التعادل بدون اهداف، كرة تعبت امامية في اتجاه بالحاج لكن وصلت للحارس صبحي سليمان، نذكر لمن يأتي واللي كان انتقل للزمالك على سبيل الاعارة ثم اصبح لاعبا لفريق الجونة ومن الجونة الى سيراميكا كليوباترا، الكرة تلعبت في جهة اليمين عند احمد كندوسي داخل منطقة الجزاء، ايبوكا ايبوكا مع احمد حسام، محاولة مرور لكن ما حسمهاش من امام احمد حسام، رجعت لايبوكا، تصويبة بالقدم اليسرى علت فوق المقص الايمن للحارس صبحي سليمان ولمرمى الجونة، استقرت عند ركلة مرمى، تصويبة قوية من ايبوكا، كانت عنده محاولة في الشوط الاول من صناعة صديق بينما للجونة، فادار للجونة 4 مباريات، فاز في لقاء الجونة وتعادل في لقاءين وهزم في لقاء اثناء المباراة اللي كان بيديرها التحكيمية عبد العزيز السيد، عرضية ايبوكا بعيدة كل البعد، كرة تخرج لكرة عرضية لكن حط رجله أحمد عبد الرسول، هيغيب عن لقاء الإسماعيلي في الأسبوع 14، سيراميكا عنده لقاء أمام بلدية المحلة باستاد غزل المحلة في الأسبوع 14، لكل فريق 14 نقطة، من يصل لنقطة رقم 17
في حال فوز اي من الفريقين على الاخر. الركنيه اتلعبت من شكري لكن مقطوعه للجونه، تحولت من اللاعب اشرف مجدي الى ايمن مكة مع انطلاقه مازن ياسر في اليمين. مازن محاوله دخول لمنطقه الجزاء، احد البدلاء اللي دائما ما يدفع بهم على عبد العال. الله، ايمن مكة يفتتح باب التسجيل من صناعه ولا اروع عن طريق اللاعب مازن ياسر، يقدم الكرة على طبق من فضة إلى أيمن مكة مع الدقيقة 58، يصنع الفارق ويتقدم ويقترب من مرمى محمد بسام، وتبتسم له الساحرة المستديرة بتصويبة قوية بقدمه اليمنى. مر وتقدم مازن ياسر، أحد الحلول اللي دائما ما يبحث عنها على عبد العال في الشوط الثاني في المباريات السابقة. مرور رائع من مازن ياسر، تحكم ولا أروع في الكرة، البحث عن أيمن مكة، مررها من بين دفاعات فريق سيراميكا كليوباترا. كرة القدم تحتضن الشباك، كم هي ساحرة مستديرة ومجنونة ابتسمت لفريق الجونة مع الدقيقة 58 ليصبح 10 نقاط من أصل 14 نقطة حصل عليها الفريق خارج قواعده بعيدا عن استاد خالد بشارة. كرة بتتلعب لأحمد قدوسي، يقترب، مش ممكن، لا 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 لا، صديق جولة وكأنه واحد من مدافعي فريق الجونة يمنع الكرة من دخولها للشباك بطريقة عجيبة وغريبة. كندوسي ينطلق، يمر بمهارة وبسرعته، صوب لكن صبحي سليمان يغلق المرمى إغلاق محكم. رجعت لصديق على بعد خطوات، يا صديق مش ممكن، لكن أطاح بها فوق العرضة فوق المرمى بشكل أحمد كندوسي بدخول منطقة الجزاء. كرة تتلعب إلى شكري، رجعت إلى صديق، محاولة للتصويب، تصويبة لكن إلى أحضان حارس المرمى الحارس صبحي سليمان. صبحي سليمان، ركلة ركنية، الكرة اتلعبت للأرموطي، أرسلها داخل منطقة الجزاء، والتعادل، والتعادل في الشباك، يسجل مع الدقيقة 80 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. المباراة لسه منتظرين القرار، منتظرين الجواب الأخير، الكلام النهائي من حسني سلطان وحسام عزب وعبد العزيز السيد. الكل منتظر، هل هو تعادل لسيراميكا كليوباترا أم هناك تسلل. عبد العزيز السيد، حرارة الشوط الثاني أعلى من درجة حرارة اللقاء، والشوط الثاني تحديدا اليو جاتا حط رأسه في توقيت مناسب، أبعد من أمام أحمد رمضان بكام، وتحولت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لفريق سيراميكا كليوباترا، إعادة لكرة الهدف اللي تم إلغائه أحمد بالحاج، هدف لم يحتسب بداع التسلل، وقرار كان سليم من البدل ضاع، وقت اللي قدر 6 دقائق وقت البدل ضاع. هذه الكرة العرضية اللي تعبت من شكري ثم رأسية لاعب صديق أجولة، خلاص على يعني بعد 3-4 أمتار من تحريك الشباك، والكرة لم تستجيب، استجابت في هذه اللحظات من كرة ثابتة، عملها البديل مروان بلمسة يسكن الكرة في الشباك، مروان بلمسة اسكنها في ابعد مكان بعيدة عن متناول حارس المرمى صبحي سليمان، فعلها مروان عثمان من كرة احمد كندوسي، من كرة ثابتة ارسلها على قدم اللاعب، والقدم اليمنى تستجيب لأوامر اللاعب احمد كندوسي، والكرة وصلت للشباك وتعلن عن تعادل 1-1 مع الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضاع. ابتسمت لسيراميكا كليوباترا في مباراة كرة من أمام إيفونا مقطوعة، أحمد كندوسي وكرة مشتركة مع حسام غانم إيفونا، لكن خطأ وفي تدخل من حكم اللقاء لمنع منع أي تشابك، منع الاشتباكات، منع
الاحتدام اللي بيحدث، الامور محتدمه بين لاعبي الفريقين، لكن في بطاقه حمراء ظهرت، بطاقه حمراء ظهرت مباشره من حكم اللقاء عبد العزيز السيد بعد كره مشتركه من كندوسي واللاعب حسام يفونا. كندوسي يحصل على بطاقه حمراء. شوف كندوسي اللي قدم مباراه ممتعه وجميله، ضيع كل مجهوده في ردة فعل وتصرف، تصرف غير مقبول من احمد كندوسي اللاعب الجزائري المنتقل من وفاق سطيف للاهلي، والاهلي اعاره الى سيراميكا كلارامي التماس، ولكن في هذه الاثناء اطلق عبد العزيز السيد صفاره الختام والنهايه لشوط